اهلا وسهلا متتبعين قناة خديجة سطوري، كديري لاباس عليكم متتبعين الغاليين على قلبي. الى عجبكم المحتوى وعجبكم لا فيديو ما تنسوناش من اللايكات باش تحفزونا ونبقاو هكا نتحدثوا ونتعاودوا مع بعضنا. قصتنا ديال اليوم مشوقه باش غادي نعرفوا بزاف ديال الحوايج. القصه ديالنا ما غاديش نطول عليكم، غادي نبداوها بالبطل القصه اللي هو سفيان. سفيان واحد الولد اللي هو الوحيد ديال دارهم من ناحيه الذكور، وعنده جوج خواتاتو وعنده الام وعنده الاب. هذا الولد سفيان قراه باه حتى كبر وخدم مزيان، خدمه مخيره ممتازه اللي كتقدر تساعده في المعيشه ديالو وتساعد حتى الاسره ديالو. بمجرد ما انه كبر وخدم واحد المده ديال عامين، الاب ديالو تصاب واحد الوعكه اللي صحيه اللي خلاته انه يبقى عاطل عن العمل، وغادي يتكلف سفيان بدارهم. اخته كانت مزوجه، اخته بعد ما تزوجات واحد المده طلقات وجابت معها جوج ديال الوليدات، فكان سفيان كيصرف عليهم كاملين، يعني كيصرف على البنت المطلقه بجوج وليدات، وكيصرف على اختو الصغيره، وكيصرف على الام والاب بالدوا ديالو والمعيشه، وراكم عارفين. المهم هاد سفيان كيبغيو خواتاته بزاف، والام يعني حاضنين على بعضهم كاملين يد واحده متماسكين. واحد النهار غادي تجي الام ديالو والاب ديالو غيقولوا لي سفيان ولدي راك كبرتي ودابا خدام وميسور، خاصك تشوف شي بنت الناس باش نشوفوا وليداتك. سفيان ما كانش من العاجزين وقال لهم راني كنت باغي نقولها لكم، ولكن راني حشمت، راني لقيت بنت الناس وشفتها عجبتني وتمنيت لو تشوفوها وتخطبوها ليا. قالت ليه الام والاب هي الاولى ولدي، داروا مع الناس ومشوا خطبوها وكبروا بها وداروا بها واحد كبيره ما دايراش، لان تبارك الله سفيان القيمه ديالو عند دارهم لانه هو اللي كيصرف وميسور والمسائل كلها عنده نيشان. المهم قادوا المسائل، خطبوا ليه، تزوج بوفاء. هاد وفاء كتكون دائما غير في الدار، ما كتشتغل ما حتى شي حاجه، خداوها على اساس انها بغات تخدم تخدم، بغات تبرك تبرك، فهي اختارت انها تبرك لان حسات بهذاك الدفء العائلي. ارى لنا وفاء اليوم غدا بدات التصرفات ديال العائله ديال سفيان كتغير من ناحيتها، ولاو كيشوفوا بانه مهتم بها زياده عن اللزوم. طبيعة الحال هما غير باركين، ولكن كيشوفوا ان سفيان كيهتم بوفاء بزاف. المهم دازت واحد الوقيته، صافي الجو بدا كيتوتر في الدار، بداو كيقولوا ليه مراتك ما كديرش ما كتفعلش ما كتركش وغير ناعسه وحنا اللي كنشقاو. كيمشي عند الام حتى هي نفس الشيء، مراتك ما كدير حتى شي حاجه وكتخلينا حتى كنطيبو وكنقادو الدار ونوجدو، عاد كنعيطوا ليها تبرك معانا في الطبله كتاكل وكتنوض. المهم يوم غدا سفيان ولا كيطلع ليه الدم، كيجي عند عائلته كيشكيو ليه من المراه، ومني كيدخل عند المراه البيت كتشكي ليه بان داركم داروا ليا فعلوا ليا تركوا ليا. سفيان توتر ودخل في واحد التوتر اللي ما بقاش كيطيقو وما بقاش كيبغي يجي للدار. المهم اليوم غدا ما تفاهموش، المهم قروا باش غادي يطلقوا. طلق سفيان بوفاء ومشات لدارهم، بقات فيه بزاف ولكن ما كانش عنده حل، لان ما كانش يعني شي طريقه باش غادي يقادوا الامور، يعني ما كانش والو عيا ما يصلح بيناتهم. ما يمكنش ليه يتفرق على والديه وما يمكنش ليه يتفرق على مراته، ولكن كان الحل هو هذاك، هادشي اللي كان اختاروا هذا هو طريقهم واللي كتب عليهم الله. دازت بعد منها واحد السنه وفكروا والديه انه كيسولوه باش خاصو يتزوج، ما يمكنش خاصهم يشوفوا وليداتو. قال لهم انا راني كنفكر نفس الفكره، ولكن راني الاولى اللي خطبتها وجبتها ما تفاهمتوش معاها، شوفوا لي نتوما شي وحده واختاروها ليا وانا مستعد نتزوج. المهم البنات امهم شافوا ليه واحد السيده اللي سميتها حياه. هاد حياه كتخدم خدامه بخدمه ممتازه، الصالير ديالها ممتاز يعني مزيانه، عندها كتمشي من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه، يعني الامور حتى لهنا مزيانه. دازت ليام وجات ليام، سفيان بدا كيولف على حياه وبدا التعامل ديالو معها يعني طيب، وكيحترمها كيبغيها كيجمع معها بزاف كيضحك معها. ناضوا الخواتات تاني بدات هذيك الغيره وكيحسوا بان حياه دات ليهم خوهم.
المهم اليوم غدا بدات المشاكل تاني بنفس الشيء، راها ما كديش، راها ما كتفعلش، كتضل هي برا وحنا خدامين عليها ونوجدو ننظفو ونوجدو ليها ما تاكل بزاف وبزاف وبزاف. رجع الموال كما هو. ناض سفيان بدا تاني في الخصام مع مراته، كيسمع ليها هي كيحير، كيمشي لعند والديه وخواتاتو كيحير، يعني ما عرف شنو يصدق. ناضت مراته قالت ليه شوف السفيان، دير راسك غادي للخدمه ودخل عندي وغادي تشوف كيفاش غادي يتصرفوا معايا. داكشي اللي دار ناض، لبس فطر كيتمشى، مشى تقاد ودار راسو صافي، سد الباب ديال الزنقه، دخل عند مراته البيت وتخبى. بنفس الطريقه كالعاده كل يوم بداو كيدقوا عليها، نوضي خلاص تشقاي تجمعي الدار عاد باش غادي تخرجي، هادي هادي. المهم بقى الصداع، وسفيان تاكد بان مراته كانت على حق. خرج عندهم وقال لهم انا سمعت كل شيء، وانا داكشي اللي كنتو كتقولوه ليا كنصدقكم، وهي ما كانتش كنصدقها. المهم بقى فيه الحال، بقى كيبكي على باه، قال لي با ما تقلقش مني، انا راني غادي ندير داري بوحدي، ومراتي ميسوره خدامه، وحنا كنا معاكم غير باش نبقاو مجموعين وما نتفرقوش على بعضياتنا. الاب ديالو شاف تعيا وقال ليه واخا ولدي صافي، سير سكن بوحدك وتهنى انت ومراتك، وخلي خواتاتك وامك هنايا في الدار. كل شيء رحب بالفكره، ولكن من بعد حسوا بانها دات ليهم خوهم. ومني مشاو كيشوفوا الدار، لقاو الدار مأتة لان السيده كانت ميسوره والعمل ديالها كان ممتاز، وولدهم كيصرف على داره وفي نفس الوقت كيصرف على دارهم، يعني كانت الامور مخيره، وداروا الزياره وداروا كل شيء، يعني كانت اسره مزيانه كيتسناو خاصهم غير الوليدات. المهم البنات غاروا من الزوجه تاني نفس الشيء، راها دارت، راها فعلت، راها دارها مخيره، راها مفرشه، راها دايره، راها السياره، يعني بقاو تاني كيحكوا على الدبره كيف ما كنقولوا. واحد النهار الزوجه اكتشفت انها حامله، قالت لسفيان بغا يطير بالفرحه، ومشى شد ليها من يديها وداها لدارهم كيقولوها ليهم. ملي كيقولوها ليهم الاب والام فرحوا، ولكن الخواتات تكمشوا قالوا مبروك ولكن بارده. المهم دازت الايام، الزوجه كتحس بداك الشيء، ولكن راه ما غاديش تخسر راجلها، ضروري خصو يمشي يفرح دارهم، وكيمشيو غير مره مره، وكتمشي عندهم غير واقفه زياره بسيطه، وكتمشي يعني ما كتبقاش مثلا ساعه ولا ساعتين او لا تبات نهائيا، كتمشي كدير سياره خفيفه وكترجع لدارها. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا السيده بدات كتكبر كرشها واحد شويه. واحد النهار سفيان مشى للخدمه، ومشى كيف العاده السبعه كيخرج، السيده ديالو كتدخل تلت سعود. المهم الاخوات ديالو عارفينها الوقت ديالها كتخرج موراه، يعني كتقدرها وداكشي، وطيب غديوتها وديرها في الصاك ديالها وكتخرج. البنات مني شافوا خوهم خرج بقاو عاسين حتى خرج خوهم، دخلوا قربت ديك 8، دخلوا بجوجات وطلعوا. مني طلعوا دخلاتهم للصالون وقالت لهم اشنو تشربوا، يعني رحبات بهم هذيك الوقيته، يعني عندهم قسم قسمين وغاديين يخرجوا لان معارفينها غادي تخدم. المهم هما قالوا لها غير كنا دايزين من هنا وقلنا نشوفوك، ما حد كي راكي مازال ما خرجتيش للخدمه. قالت لهم واخا انا غادي نمشي نوجد لكم شي حاجه تشربوها وغادي نجي. المهم البنت الصغيره بقات باركه في الصالون، والسيده مشات للكوزينه، ناضت الاخت الكبيره اللي هي مزوجه ومطلقه بالوليدات تبعتها للكوزينه، طعناتها جوج طعنات في الظهر ديالها جهه الكلوه. رجعت عند اختها كتقول لها صافي راني ساليت معاها، فضيتها معاها، يلا نزلوا. نزلوا كأن شيئا لم يكن وخرجوا بحالاتهم ومشاو. المهم جاء سفيان في العشيه كيحل باب الدار، كيلقاها راها محلوله، يعني الباب مبسم ممسدودش، يعني مردود ولكن ممسدودش بالسوارز. كيتفاجئ راه ما يمكنش غادي تخرج وتنسى الساروت كذا. ملي دخل كيمشي للمطبخ كيلقى المراه غايسه في دمايتها وميته، تفاجئ مشى للشرطه كيتصل بهم، هشنو كاين هشنو كاين، وكيبكي وكيغوت والجيران عتقو. صافي خلى الناس مع الجيران والدنيا مقربله، وهو صافي سخف ودخل في واحد الغيبوبه لان المنظر كان ماشي هو هذاك. جاو الشرطه
تفاجؤوا وهزوا الجثة وداوها للمشرحة باش يشوفوا اشنو كاين والجنين ديالها والحالة. المهم راكم عارفين اشنو كاين، المأساة كانت قوية والجيران اللي كيبكيو وكيغوتوا لان هذيك السيدة عمرهم ما شافوا عليها شي حاجة اللي هي خايبة، يعني كانت نعمة الجارة. المهم دازت، المهم الاجراءات ديال الشرطة والمسائل، باقي حتى شي حاجة ما بانت، شكون كان، شكون جا، شكون كيقول لهم راه انا كنت في الخدمه لانهم شكوا فيه. مشاو كيسولوا عليه في الخدمه، كيلقاو ان بالفعل كيمشي بكري في الخدمه، والشهود والكاميرات كل شيء كياكدوا انه كان في الخدمه، يعني الجريمه ما تبتش عليه هو، بقى داك الشيء يعني متلبس وداك الشيء فيه غموض. مني كانت الجنازه في المنزل، الاخوات ما كيعرفوهمش الجيران، يعني ما كيعرفوهمش لان ما كيجيوش عندها، يعني هي اللي كتمشي عندهم. ف واحد الجاره كتسول خت سفيان، كتقول لها شكون هما هاد البنات اللي كيبكيو؟ قالت لها راهم خواتاتو. قالت لها اختي راني هاد البنات راني شفتهم نهار اللي تقتلات هاد البنت الجاره. قالت لها ما يمكنش هاد الكلام اللي كتقولي ما يتصدقش. قالت لها اياه راهما جاو. قالت لها اختي ولكن راها ما كيجيوش عندها، راهما مخاصمين معاها وهي اللي كتمشي عندهم غير على الوجه الام والاب وكتمشي غير واقفه. هاد المعلومه مشاو بسرعه كيقولوها للشرطه. ملي مشاو للشرطه كيسولوا المراه، كيقول لها واش متاكده؟ كتقول لهم انا متاكده بانني شفتهم بجوجه طالعين، انا كنت منزله لولدي المدرسه وتلاقيت بهم عند الباب، هما جايين طالعين وانا هابطه. الشرطة مشاو للكاميرات كيقلبوا، لقاو واحد المحانوت اللي هو قدامهم داير الكاميرا، وقالوا لي عفاك تعطينا التسجيلات ديال النهار كذا وكذا ومن الوقت كذا وكذا. قال لهم مرحبا موجودين. بصح ني تلقاو هذوك الخواتات بالفعل طلعوا ونزلوا بسرعة. مشاو كيفاجئوهم وكيسولوهم واش نتوما كنتو عند مرات خوكم نهار الوفاه ديالها؟ كيقول لهم لا ما كناش، حنا ما كنجيوش عندها لان حنا اصلا مخاصمين معاها وغير هي اللي كتجي عندنا. المهم بطبيعه الحال الاسئله كثيره، وواجهوهم بالكاميرات وصافي. البنات تصدموا وعاودوا لهم القصه وبسرعه تاني، يعني كتعرفوا الروح عزيزه عند الله دغيا. صافي يعني قالوا صافي راه حنايا، يعني سلموا امرهم الله لان واجهوهم بالكاميرا والشاهده اللي كانت هي والولد ديالها صغير. كيقول لهم علاش قتلتوها، كيعاودوا لهم القصه وكيقول لهم بان هاد السيده دات لينا خونا وكذا وكذا، والقصه طويله. المهم خلات وليداتها، مشات للحبس وخلات وليداتها صغار، والاخرى خرجت على مستقبلها وقرايتها ومشاو للحبس، وبقات الام والاب بوحديتهم، وبقى سفيان اللي كيتألم وكره راسو وكره خواتاتو وكره الدنيا ودخل في اكتئاب. بقات المدة الايام كتمشي وتجي، حتى بقى الاب ديالو وداه للفقيه يعني ديال الجامع، وكيقول لي هذا مكتاب وهذا قدر ومكتوب وما كتبش ليك وكذا، وتا هما راهم يعني الشيطان لعب بيهم. وبقى بقى بقى واحد المده اللي هي طويله، حتى بشويه بشويه يلاه بدا كيترطب مع الاب والام ديالو لان الصدمه كانت قويه عليه. ان في الاول صافي كان كره عائلته وكره خواتاته وكره ولاد اخته لان الصدمه كانت قويه عليه، وبهول هذاك المنظر والدمايات اللي كانت واللي شافها في هذيك العشيه. كانت هذه هي القصه ديالنا، ونتمنى تكون القصه ديالنا عجبتكم، وان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والبارتاج، وخليو لنا رايكم في خانه التعليقات. والى فيديو قادم، وشكرا لكم من جديد.